وعلى فكرة بس أرجع لشخصية المسيح، أن المسيح هاجم العبادة الباطلة لليهود ومظاهر التدين الخارجي، أنه ركزوا على التقليد البشري وأبطلوا وصايا الله، أبطلتم وصايا الله بتقليدكم، فأعطى المعنى الروحي الحقيقي والنضوج الروحي والعمق الروحي في تفسيره والنظرة للكتاب المقدس بتأكيده للعهد القديم واقتباساته أيضا من العهد القديم. تمام، فهو انتقد العبادة الشخصية لكنه لم ينتقد التوراة، لم لأنه ينتقد الكتاب. أنه أساءوا استخدام التوراة بل وبخهم على سوء استخدام تمام. التوراة.